تماسكك وترابطك وقوه التعليم عندك لا يمكن يقف قدام توجه بالشكل ده. لا يمكن. دي حاجه صغيره جدا وكلنا بنغفل عنها، واصبحنا في النهايه مش انت اللي بتربي ولا المدرسه اللي بتربي. خلات خلات ثقافيه متعدده. خلات ثقافيه متعدده. ايه العلاج؟ بص يا بيه، لو حضرتك جيت ترجع للماضي كده، انت اهم فتره في عمر الطفل، خلاص هنقول من اول ما بيبقى جنين كده، كان سلوك سلوك الام كانت ايه؟ صح. لان الولد بيعي الجنين هو فاللي بتسمعه اللي بيسمعه واللي بتاكله واللي بتقراه ده بيأثر بشكل غير طبيعي. شوف اهالينا كانوا بيعملوا ايه؟ دي نقطه. النقطه الثانيه، من اول ما بيبقى بيبي بعد ما يتولد شوف السلوك في البيت. شوف السلوك في البيت، اذا كان الدين بيقول لك ان هو بيخلق على الفطره وان اهله يا بيودوه يمين يا بيودوه شمال. خلاص؟ في فطره. خامه نظيفه. كان بيدخل كتاب بيتعلم، وكان هو في اداب المائده بتتعلم واحنا قاعدين. يعني انا افتكر ان كان اخويا الكبير بدل اخويا على طول يوجهني، خلي بالك كل ما قدام اغسل ايديك، مش كده مش كده مش كده كده لسه ده لسه لسه بقول لحضرتك لسه اهو. بتروح بعد كده المدرسه، يعني بعد الكتاب ان انت خدت تعليم معينه وفي البيت في اسره وفي قعده وفي تجميعه وفي اكل مع بعض وفي حياه مع بعض، مفيش بقى ان انت قاعد كل واحد ملي عن التاني بحاجه في ايده. دكتور يعني سمحت لي حضرتك، يعني ده مثلا في انا نشات على اللغه العربيه الفصحى والادب الانجليزي العريق مواعيد سبت كل يوم. يعني كان لي طبعا ظروف والدي كان عسكري، كان شايف لا ما كانش موجود يعني ما معلش بس هو قليل بس في وسط الجلد الاساسي عندنا. وعليكم السلام يا فندم، اتفضل. الاستماع ده ده الاصول ده اللي والحديث زي الصحة يا فندم. ده تعمل لنا اتزان. ايوه تعمل لنا اتزان بعد اذنك. انا هسلم عليه واجي هنا برضه. مساء النور يا فندم، اتفضلوا عشان نستكمل الساعة 5 ونص. يلا. لسه بس نكمل الموسيقى. فده يا فندم التنشئه، احنا مع الدكتور في التنشئه داخل الاسره شيء اساسي. انا اتعلمت اصول الادب الانجليزي لازم تبقى في دراستي داخل المدرسه اللغه العربيه جوه البيت. لا 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 خليني مش انت مفيش لغه هنا تسقط تمام، ولكن جوه البيت. لكن اصلا دلوقتي حضرتك للاسف الشديد زي ما الدكتور سامي بيقول ان كل اسره وحتى في مجلسها الواحد اذا ما قالوا يعني ان هم بيجمعهم مجلس ما في الليفنج او تابر، هو كل واحد على الهايل ده. الهايل ده يعني فطبعا طيب احنا بسم الله الرحمن الرحيم. طب عشان الحديقه بتاعت النهارده، بالعكس انا شايفه ان ده داخل في حوار النهارده، فخلينا نبتدي اختار النهارده عشان الساعه 5 ونص. بسم الله الرحمن الرحيم. لقاء النهارده طبعا بياتي في اطار تنفيذ المجلس الاعلى للثقافه بالمنتدى الدولي للتنميه الثقافيه والتنميه المستدامه وبناء الانسان. والجلسه الخاصه بينا النهارده العشوائيه هي الفتره المسائيه فيما يخص بناء الانسان الثابت والمتحول، التحديات الاجتماعيه والثقافيه. طبعا بيشرفنا الاستاذ الدكتور سيد نديل عميد كليه الفنون الجميله، والمدير الثاني لقاء احنا بنتشرف فيه بحضور حضرتك معانا. ويعني الدكتور في الاجتماع داخل اللجنه، فاستاذن حضرتك طبعا في حضور الاعضاء الافاضل للجنه.
هناخد عنوان بناء الانسان الثابت والمتحول، التحديات الاجتماعيه والثقافيه. هناخد العنوان جزئيه جزئيه، نبتدي نحللها ونعمل اقراط لهذا العنوان من مفهوم الفنون كجزء لا يتجزأ من انشاءه الانسان وبناء حضارات للشعوب. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا يشرفني ويسعدني ان انا اهلا بالدعوه الكريمه من الدكتوره جهاد عامر، اللي انا بعتبرها نموذج للانسان المنضبط قولا وعلما ولفظا، يعني بسم الله ما شاء الله عليها، حتى يعني اللفظ والكلمه بيخرجوا بحساب. طبعا بتواجدي مع حضراتكم وعلى راسنا الدكتور محمد عويس مسعد عويس والدكتور طايع والزملاء الافاضل، طبعا هو موضوع بناء الانسان انا عندي قناعه مهمه جدا، لو جينا نضرب امثله لاهميه الانسان علشان نختصر المسافه، لو قلنا ان اليابان والمانيا بعد الحرب العالميه كانوا ايه؟ هنعرف ان ما كانش عندهم حاجه، يعني اليابان معروفه ان بلد ما عندهاش مواد، ما عندهاش اي حاجه ودمرت، بل بالعكس حصل اباده للانسان وللنشء الجديد. المانيا دمرت تماما لدرجه ان ما فيش اثر قديم هناك الا في مناظر، وكل علماء الاثار عارفين ده، وكل البيوت اللي اتبنت بعد كده اتبنت محاكاه لما كان يعني، فما كانش في اي حاجه، والحظ كامل على ان هم يتصرفوا في حاجه. لو جينا نشوف الفتره الزمنيه ايه اللي وصلهم ان هم يبقوا من اقوى الدول في العالم حضاره، انا بقول حضاره لان فعلا عملوا فعل حضاري محترم، وان تكنولوجيا وكل حاجه، وبيضرب فيهم المثل بالاتقان والجوده والنظام. لو جينا نشوف زمن لا يتعدى اكثر ما وصلناش قرن، يعني احنا 70 سنه تقريبا. ايه اللي عمل ده؟ هو الانسان وعزيمه الانسان. لو جينا نشوف الصين ان هي تتحول من حاجه لحاجه، ايه اللي عمل ده؟ هو الانسان. فانا دايما عندي قناعه ان الانسان هو الاساس، لان ربنا سبحانه وتعالى لما خلق الارض بكل ما فيها من كائنات واشجار وبحار والحيوانات المفترسه والكون كله بالكواكب وغيره، خلقه عشان حاجه واحده بس، عشان الانسان اللي هو خليفه ليه في الارض. فنظريه الاستغلال دي مساله مش سهله جدا، مش بسيطه خالص، يعني معناه ان الانسان ده حاجه قويه، حاجه مهمه، حاجه جامده. لو قعدنا احنا نقارن من حالنا الناس اللي قدروا يحولوا الهزيمه لنصر، واقرب عهد لينا اخر حاجه سنه 73، ويمكن معظمهم يعني عاشوا حاله، انا مش بتكلم على الحاله العسكريه، انا بتكلم على العامل النفسي، ان انت في قوه جامده جدا ايمانيا بتقول لك ان انت ما تقدرش، ان انت ضعيف، ان احنا ما خصمناش، ان احنا كذا، ان احنا كذا، انت لو عديت خطوتين هتتحرق، ان انت كذا، انت كذا. فكونك ان انت تعدي الحاجز النفسي ده حاجه فظيعه. واكبر دليل كمان ان انت قاعدين على الارض كل يوم بنكتشف حاجه. طب لو جينا نقارن، يبقى احنا كده احنا متفقين الانسان ده اكبر اله مهمه لازم تكون موجوده. يعني لو انا بتكلم على الات وان انا معدات، لا، ده هو الانسان، هو ده المعد ده، والاله الوحيده اللي لازم اهتم بيها واراعيها، لان هي دي المستوى. اولا الشعب المصري، انا قناعاتي بناء الانسان بيبتدي منين؟ بناء الانسان يبتدي
فن وثقافه. مفيش انا ما عنديش بنى تاني، لان لو اتكلمنا على المعلومات احنا في عصر المعلومات. طب بناء العقل بيبتدي من التفكير والتامل وان هو يحاول يخترع، والاختراع في حد ذاته فعل اصيل، فعل ثقافي، هو ابداع. طيب الانسان المصري لو جينا نشوف ايه اللي حصل في الانسان المصري؟ الانسان المصري انا بعتبر ان السر الاصيل للتكوين المصري الخالص في الجنوب. حتى القبائل العربيه اللي جت هي كلها مقفوله على نفسها، تتجوز من بعضها الكلام ده، انما فعلا لما تشوف الطبيعه المصريه الاصيله اللي بيحرس المقبره زي الموميا اللي جوه المقبره. عنده حاله من الجلد والصبر والقوه والعزيمه رغم كل المهاترات اللي بنقول عليهم، بس ناس ناجحين جدا، اقوياء جدا يعني. طب ايه اللي حصل بفعل التاريخ كده؟ نلاقي ان كل الغزوات بتاعت مصر كانت من الشمال او مصر السفلى زي ما كانوا بيقولوا يعني. لا يعني اقل مثلا ليبيا اللي هي الاكسوس احتلت 200 سنه. هنلاقي الصليبيين، هنلاقي كذا، كل الغزوات كانت بتيجي من الشمال. فبفعل الاندماج وبفعل التزاوج وبفعل الكلام ده، وده باين حتى في اللكنات. واختلاف اللكنه المصريه هنلاقيها في ده. طب خلينا نشوف المصري الاصيل الاولاني اللي هو مصري مصري يعني. ايه العمل اللي عمله علشان يبني الحضاره العظيمه اللي احنا كلنا بنتكلم عليها؟ قعدت افكر ما هي القوه الرهيبه اللي خلت على مدار الاف السنين ان النسب، قانون النسب في صناعه تمثال او في رسم او الكلام ده على مدار السنين ده ما يتغيرش من تحت لفوق. يعني حاول تكتشف قارن ما بين مقبره هنا في سقاره ومقبره في وادي الملوك، حاول تجيب لي نسب كده مختلفه، مش ممكن. الحفاظ على معياريه واضحه عمل فني اللي هو اعلى درجات العلم والابداع على الفن، تسجيل الحضارة. إن أنت تحافظ على معيارية واضحة دي مسألة يعني تقول إن كان في نظام قوي جدا وتعليم قوي جدا ويبتدي منين بقى؟ من الطفولة. لقيت إن كان المتحكم في الموضوع ده المدرسة الموجودة داخل المعبد. فكان في الالتزام اللي بيسبقه اي حاجه، الالتزام، كل واحد عنده حاله من الالتزام لازم تكتسبها الاول. الاول لازم تكون انسان ملتزم مطيع منضبط لاستلام العلم، بدليل ان كل اسرار الحضاره المصريه كانت داخل المعبد، وكل الاجناس اللي جم عاشوا في مصر لم يتملكوا اي سر من اسرار الحضاره المصريه، بدليل ان بني اسرائيل اللي هم اولاد سيدنا يعقوب لما جم مصر كانوا خدم للمصريين، رغم ان اخوهم كان عزيز مصر. لم يتملكوا سر واحد من اسرار الحضاره المصريه، ولا تحنيط ولا كتابه ولا اي حاجه. كان سر حق اصيل للمعبد المصري. طيب الانسان المصري سبب بكل الاكتشافات وكل التراجم اللي حصلت من البرديات ان هو اول حاجه عملها هو الرسم. يعني حتى الكتابه هي كتابه صوريه او تصويريه، عايز يقول عصفور يقوم رسمه، عايز يكتبه يقوم رسمه. فاذا الفعل بتاعي كإنسان مصري أصيل فعل ثقافة، فعل إبداع، فعل محاكاة للطبيعة بشكل دقيق جدا.
لدرجه ان يقال ان الكتبه ما كانوش يعرفوا يقرا. الناس اللي كانوا بيكتبوا ما كانوش يعرفوا يقرا. طيب نسيب ده نيجي لقدام شويه. ده فرق عند المصري حاجه مهمه الشخصيه. الشخصيه اللي بتخليه في لحظه من اللحظات تفاجئ في مالك طلع وحول عمل عمليه تحول رهيبه بشكل مش منتظر. يعني يفاجئ الناس بفعل. وده اتلخص في حاجه مهمه جدا تعامله مع الدين على سبيل المثال. طب لما نيجي نشوف هنلاقي ان لما جه سيدنا موسى وكان جاي ليه؟ ده كان جاي علشان يهدي فرعون. جاي لفرعون حاكم مصر. ولا كان جاي للمصريين ولا بتاع، ده هم مستعبدين المفروض يعني. فالراجل جه بيدعوه فما قال له طب خلاص خرج معايا بني اسرائيل. خلوهم يخرجوا معايا. مش عايزكم انتوا بقى، انا عايز بني اسرائيل. ايه اللي حصل؟ ان يقال ان الحاجه فرعون في الوقت ده جابهم علشان يحاجوا موسى سحر. والسحر كان علم اصيل للمصري. مفيش حد تاني. يقال ان هو كانوا من 10 ل 100,000. سحرة فرعون الناس فاهمينهم غلط وبيتقولوا عليهم. ودول عندما تيقن ليهم ان ده فعل مش فعل بشر كلهم قدام جبروت فرعون امنوا بموسى وصلبوا وذبحوا ونقل بيهم وامنوا. المره الثانيه لما حصل ان كان هنا الامبراطوريه الرومانيه قويه جدا وكان في حرب للديانه المسيحيه في العالم كله ويتيقن ليهم ان ده دين ومن عند الاله. كل المصريين نكايه في الرومان وايمانا في الرساله بقوا مسيحيين. لدرجه ان كان في اضطهاد وكان يستخدموا اللطيف بقى ان هم يستخدموا الرمز. يقعدوا يرسموا لبعض سمكه على الارض وبتاع عشان يقولوا انا مسيحي ولا مش مسيحي. بيرسم حتى دي بيرسم. الحاجة الثالثة، طب لما جه المسلمين يفتحوا مصر كم واحد؟ كان 4,000 واحد. كل البلد بالغالبية كبيرة جدا بقوا مسلمين. حاجة غريبة. طب لدرجة شوفوا الطاعة والإيمان والثقة لدرجة مشهد لا يمكن تلاقيه في أي مكان. عندهم فعل متوارث اللي هو النيل ما جاش فبرموا له عروسه النيل. كانوا بيرموها واحده جميله ويزينوها للنيل. فجه قال لك يا جماعه ده ما ينفعش مع الدين الجديد. ليه يا سيدي؟ قال لك ده ربنا حرم قتل النفس. طب نعمل ايه؟ قالوا ما ترموش عروسه. طب النبي شهيد؟ قال لهم لا. النبي ما جيش في معاده. وكان مشهد غريب جدا ان اكبر امير ويعتبر اكبر امبراطوريه موجوده في الوقت ده عمر بن الخطاب يبعت رساله لنيل لنهر. ووقف قدام نهر النيل وقرا الرساله وطوى الرساله وقام رماهم في الميه. قال له يا سيدي لو انت بتمشي من نفسك مش عايزينك، انما لو انت مامور لحاجه امشي وتعالى للامر اللي ربنا قال لك عليه. قام رماهم في الميه. الغريب ان النيل جه. شوف احترام الشعب المصري قام عمل نفس الاحتفال بس استبدله بتمثال ورماه. هنا بقى يرد على كل الخزعبلات اللي بتتقال. كان موجود عمرو بن العاص واللي معاه صحابه والمصريين صنعوا تمثال ورموا للنيل. اهو يبقى اذا كل اللي احنا فيه ده معناه حاجه واحده بس، ان في حاله
جهل وعدم تحليل حتى منطقي لتراثك، فده في قصور في بناء الانسان. الحاجة الكبيرة بقى والمخيفة والناس اللي مش قادرة تحللها، لما حصل تجمعات كان كل الناس السلفيين متجمعين فيها حوالين تمثال تمثال النهضة. يعني هو من جواه الثقافة اللي جابته وخلته انسان متحول، ثقافة جاية من بره بترفض التمثال، وهو قاعد وتلف حوالين التمثال وعمل رمز. هو ده بقى المصري. حضراتكم عشان تعرفوا مدى التحول الرهيب اللي حصل لنا، ان تمثال زي تمثال محمود مختار حصل اكتتاب في مصر كلها. حتى الازهر دفع عشان يعمل تمثال. هي دي مصر. طب ايه اللي حصل؟ اللي حصل لما احنا كلنا بنحلل سقوط الامبراطوريات وقيام قوى اخرى، امبراطوريات اخرى، كان يجب ان تسقط الامبراطورية المصرية، انا بسميها امبراطورية مصرية لانها كانت بتهدد الامبراطورية العثمانية. أول تمثال حصل إبراهيم باشا ده من أبطال مصر، وراح عمل مش عارف كذا في ثورة الحجاز ووصل للأناضول وهدد وغلب التراكوة في معركتين مهمين جدا، والكلام ده مسبوط مش إحنا اللي بنقوله يعني. وبنى كل ده كان بجيش من المصريين، مش 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 ما اشتراش حد يعني. فكان لازم إن الناس دي يحصل لهم، ده بقى بنقول المتحول، التحول لازم يحصل لهم تحول عندك، لازم يحصل تحول عندك. طب لما نيجي نشوف القوى الكبرى عملت ايه علشان تبقى هي القوى الوحيده في العالم، وده يمكن يفسر مدى الصرف على العمل الثقافي. ليه بس الناس بتصرف قوي على العمل الثقافي؟ الحرب العالمية الأولى والثانية وما استتبعه من حروب ثانية، لقوا إن خلاص ما عادش فيه فايدة من الحروب. والإحصائيات واللي حصل في الحرب العالمية الأولى والثانية وكمية الإبادة، الأعداد الغير طبيعية 12 مليون مش عارف كذا، ومفيش ست سلمت في أوروبا من الاغتصاب والتشوه والكلام ده، وحالة الكآبة اللي العالم كله عايش فيه، قال لك خلاص لما شغل العالم. وكانت أول مخطط كارثي يحصل إن تبقى جهاز السي آي إيه يتبنى الحرب الباردة الثقافية، وتحدد ميزانية كبيرة جدا. وحضراتكم لو تحبوا تطلعوا على اللي هم قالوه في كتاب موجود هنا وطبع للمرة الخامسة وخلص، والمجلس الأعلى للثقافة ترجمه، المجلس الأعلى الترجمة، من دفع للزمار الحرب الباردة الثقافية، هم من دفع للزمار، وموجود بي دي اف اقروه هتعرفوا. الناس بيقولوا يا جماعة احنا عملنا، الخبراء بيقولوا احنا عملنا واحد اتنين تلاتة علشان نبقى القوة الوحيدة في العالم، عشان احنا نبقى القوة الوحيدة في العالم. هتعرف انت ايه اللي حصل في الشارع، ايه اللي حصل في الانسان المصري، ايه اللي حصل اللي بنى الحضارة ده. محدش يقول لي اصل ده مش احنا، لا احنا 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 كان لازم يحصل ده، لانك انت كنت امبراطورية مهمة. الراجل حاكم اسبانيا قال لك لم تقف مذكرات، لم تقف اي دولة من الدول العظمى بجانب اسبانيا الا المملكة المصرية. الدولة العظمى الوحيدة هي المملكة المصرية. هي اللي وقفت وساعدتهم بالفلوس. فشوف انت كنت ايه؟ وانت ليه بقيت كده؟
لما حضرتك دلوقتي يعني اخطر حاجه انت في عصر المعلومات، بس للاسف الشديد محتاجه ثقافه غير طبيعيه وقوه معرفه غير طبيعيه لانتقاء المعلومه. لانتقاء المعلومه، انت دلوقتي معاك الجهاز ده عايز تعرف معلومه تكون كاتب، اول معلومه بتجي لك تعظيم سامي. يعني زمان احنا كنا بنبحث، دايما نقول للطلبه بتوع البحث العلمي يا جماعه زمان ما كناش لاقيين الكتاب وكنا بنحاول نترجم والمعلومه كانت صعب الحصول عليها. رغم كل ده دلوقتي بقت اصعب، لانك انتقاء المعلومه والتحليل وتعرف ايه الصح وايه الغلط هو ده الاصعب. هو مصداقيتها اما هو ده هو ده الاصل الفصل الفصل. فانت دخلت في حرب كبيره جدا وللاسف جردت من كل اسلحتك. اولا حاله الانضباط اللي لازم يتمتع بيها اي واحد لتلقي العلم ما عادتش موجوده. يعني انت لو رحت في اي مكان اي مكان بره او جوه، استاذك لو ما حسش ان انت مطيع، مش هقول لك هنا بقى بره، ما حسش ان انت مطيع وعندك تتمتع بالخلق للدرجه اللي يسمح ليك ان هو يدي لك العلم اللي عنده، مش هيدي لك، مش هيدي لك. فاذا استلام العلم يحتاج انضباط، ده ما عادش موجود للاسف. حتى في التربيه بتاعتنا بنبقى في احنا صغار قوي الولد ممكن يشتم، فالناس تبقى فرحانه ان الولد لمد وبتاع ويشتم وبتاع، لا ده معناه ان الولد خرج عن الاصول. لذلك لن يحدث اي شيء بدون الاهتمام بالولاد اللي هم قبل المدرسه. انا فوجئت ان الولاد اللي قبل المدرسه يتبعوا وزاره ايه؟ الشؤون الاجتماعيه. الشؤون الاجتماعيه يا ساده، احنا في غفله من الزمن فوجئنا ان في 600 قصر ثقافه اتقفل، كل المبدعين بتوع مصر اللي طلعهم قصر الثقافه ومركز الشباب كلهم، الابنودي والناس دي كلها كلهم بما فيهم انا السيد، كلهم من مركز الشباب وقصر الثقافه، كل دول اتقفلوا واتعملوا جمعيات شعريه. جمعيه شعريه. والاسخم ان اتعملت كيانات دلوقتي اسمها كيانات ثقافيه او جمعيات ثقافيه بتتعامل مع الحكومات بره وبتاخد معونات للثقافه. طب انتوا تعرفوا ان حجم الفلوس اللي بتتصرف على البعثات والمراكز الثقافيه اللي عندك حجم فلوس مهول. ليه؟ حضرتك اتفضل سافر وهدي لك فلوس وهدفع لك كل اللي انت عايزه ومنحه وكلنا بنجري عليها. لما تيجي تبص تقعد قدام استاذك اللي درس في امريكا في انجلترا في كل محاضره يقول لك احنا عندنا في امريكا كنا بنعمل كذا كذا، احنا عندنا في انجلترا كنا بنعمل كذا كذا، احنا عندنا في كذا كنا بنعمل كذا كذا. دعايه. مش دعايه خلاص، هو بقى مؤمن تماما بيهم وكافر تماما بيك. دي المشكله. دي مش مشكله الدوله؟ لا يا فندم، ثواني بس واحده واحده. علشان احنا بص اسهل حاجه علينا ايه؟ ان انا بيبقى في عندي شماعه جاهزه، اول حاجه اعملها اعلق عليها مشكله. يعني بمعنى ايه؟ مشكله الظروف، انا قلع عن الظروف. دي اول مبرر علشان انقذ نفسي وابرر لنفسي ان انا كويس. انما حضرتك لو تيجي تشوف انا واحد من الناس على سبيل المثال، انا بشتغل من عندي 10 سنين. اخلص المدرسه اروح للشغل، اخلص الشغل اروح المدرسه. ما كنتش اعرف يعني ايه اطلب فلوس من ابويا. يعني ايه اخد فلوس من اخويا؟ كانت تيجي عليا ايام اصوم عشان عيب قوي ان انا اطلب حاجه من حد.
وانا راجل في الجيش. فلذلك دلوقتي يعني اول واحد احاسبه هو سيد. حاسب نفسي الاول انا قصرت في ايه؟ ما اقولش اصل الراجل ده وحش وعاوز يوقعني، لا انا اديته فرصه. انا قصرت في واحد اثنين ثلاثه. هي دي مساله مهمه جدا. حضرتك قيمه بسيطه في بناء الانسان هي قيمه واحترام العمل. تعالى حضرتك شوف كده كام واحد في البيت بيعمل. انا استاذنكم بس موطي الموبايل نخليه سايلنت عشان الجلسه مسجله عشان ما يبقاش في اقليم في جزء المونتاج. بس لو سمحت يعني كل الامثله اللي حضرتك ذكرتها هي امثله الدوله، يعني فكره التعليم ما قبل التعليم لمشكله الدوله، التعليم اللي بعد كده مشكله الدوله، اصول الثقافه اللي قفلت والجامعات الشرعيه اللي فتحت. انا بقول لحضرتك دي مشكله الدوله. وانا اول ما جيت من سوهاج في الحقيقه اول مشهد بالنسبه لي كان ان انا قراري ان انا لما احب اصلي الجمعه ما اصليش في مسجد الجامعات الشرعيه اللي في شارع رمسيس لانه بيخلص قبل العصر. ولانه مؤدلج بالكامل يعني حياتك جلاليب بقى وكانك في افغانستان. فانا في تقدير البسيط وانا بكلم حياتك وانا من قريه يعني صغيره قد كده بس مشهوره انها دي بلد العلماء وواحده من القرى القليله اللي الخديوي لما راح الصعيد راح صارها. وكان عندنا مدرسه 1910 دي من الحاجات النادره في الصعيد مدرسه متكامله يعني. الفكره هنا انا في تقديري وانا بقول لحياتك على تجربتي يمكن يا دكتور اتكلمنا في ده اول يوم في اول اجتماع انا بسافر بره. أنا في تقديري القصة اللي ابتدى عليها الرئيس السيسي اللي في الحقيقة مش مشكلة المواطن هي بناء الإنسان لو ما كانش موجود واستعادة الهوية اللي أنا في تقديري إن كان عندنا مشكلة فيها. يعني لما بروح الجامعة أنا بدرس مثلا في إعلام السويس أول محاضرة دخلت أول طالب أعمله تقرير عن أبطال المقاومة الشعبية. تمام؟ تمام. كم واحد يا فندم كتب مع من الأبطال؟ ولا واحد. طب انتوا عارفيني اثنين وقفوا تمام؟ افترض ان انا خلاص يعني جاي لهم وانا بعتبر نفسي يعني نجم بس صغير بس المفروض يعني يدوروا عليا اعلام. قالوا لي عارفين حضرتك اثنين، اتبسطت جدا طب اتفضلوا عرفتوني منين يا شباب؟ قولوا لزمايلكم. قالوا لي لسه مستنيين الجدول. فحضرتك انا في تقدير ان احنا المشكله يعني الولد اللي انا بخلي له اغنيه اديك في الجيرك الجيرك بتتزع في الحضانات والمدرسه ويترقص عليها. انا في تقدير ان لا الاسره المتحكم يعني حياتك احنا مثلا على سبيل المثال عندنا 1280 قناه تقريبا لا نسيطر عليهم وهم دول اللي بيربوا وهم دول اللي بيعلموا. انا ما اقدرش اقول للولد اللي هو شايف النموذج قدامه محمد رمضان اللي بيعمل نمبر 1 وبيعمل مافيا وبيستعرض بالعربيات وهو فاشل ده برضه بالمناسبه تعليميا ما اقدرش اقول له ان انت اعرف قيمه العمل وانا مش معرفها. فانا في تقديري انا بس يعني وقفت هنا وانا اسف ان انا بقاطع حضرتك بس علشان ما اثقلش المواطن لانه الحل اللي من تحت ده عمره ما هيحل. عشان كده انا بقول لحضرتك انا اثمن جدا اللي بيعمله الرئيس السيسي لانه حتى فيما يتعلق يعني الناس فاهمه ان هو بيطور منطقه زي روضه السيده او تل العقارب. انا في تقديري ان القصه اكبر من كده. هو بينتزع ارباب الجريمه من منطقه المفترض انها تبقى عنوان لحضاره هذا الوطن وبيطلعهم او بيرتقي بيهم بحيث ان هم يبقوا مواطنين مبنيين صح. ده في تقديري. بص الكلام اللي حضرتك هو بس في نسبه كبيره انا نسمع الاول النقطه الجايه احنا هنتناقش ولا هنسمع الاول وبعدين بس كده مش عارف حضرتك. انا احمد السيد مخرج مسرحي وجيت الورشه عشان يعني فبس ما حضرتش في الاول انا اسف فما اعرفش الاجراءات هل هنتناقش ولا نسمع الاول دكتور سيد استاذ دكتور طبعا سيد مشكوره من حدث في العمان اوكي الاول بس يعني كان في لا لا اوكي انا فكرت المناقشه يعني بس كان في لا لا اصل ورشه هتفرق شويه اكيد اوكي وبس يعني كان في يعني طرح من دكتور ابو كرزي طبعا مش دكتور ابو جبل؟ لا دكتور ابو جبل. بص يا دكتور ابو جبل انا عايز اقول حاجه مهمه قوي. طبعا لو جيت تعرف ايه هي الدوله وايه هي الاسره هتتحمل اشكاليه. خلاص؟ بمعنى الالتزام في الوقت الحالي بيجبر يبقى فيه اجبار على الالتزام.
الالتزام في الشارع والانضباط في الشارع والانضباط السلوكي لازم يبقى فيه اجبار وتفعيل للقانون. خلاص؟ والفعل ده ما بيبقاش بس الاجبار بالقانون قد ما بيكون هو تعليم. وانا بشوف ان الطفل بيقعد في الاسره قد ايه قبل ما يروح التعليم. يعني تقريبا كل التعليم والمبادئ الاساسيه لازم ياخدها من البيت. طب بيغيب قد ايه في المدرسه ويرجع البيت؟ يروح كام ساعه المدرسه ويرجع البيت. فبالظبط زي ما كانوا بيقولوا لنا مثلا، يقول لك ايه، انت عايز تعلم ابنك ما يكذبش، ما تكذبش قدامه. عايز تعلم ابنك يصلي، لازم تصلي قدامه. واخد بالك؟ لان دائما المثل الاعلى للولد هو الاب والام. ده دول اللي موجودين قدامه. بياكلوا ازاي؟ بيلبسوا ازاي؟ بيشربوا ازاي؟ انت بعد شويه بتلاقي نفسك تتحول تبقى شكل باباك. ولما بنكبر بنقعد نقول ده انا والدتي كانت بتقول. يعني انا لحد دلوقتي اقعد افتكر كلام والدتي اللي هي الست اللي يعتبر ما وصلتش او ما نالتش من العلم زي ما احنا عاملين. المهم انا عايز برضو في حاجه مهمه جدا في بناء الانسان وايه اللي عمل له التحول برضو كبير قوي. اللغه. اللغه. يعني عشان يتفصل بينك وبين الحضاره الكبيره اللي هي الحضاره المصريه بكل المرجعيات وبكل المكتبه بتاعتها وكل الحاجات دي، هتلاقي ان اللغه هي لازم كانت تنحى ولازم يحصل فصل بينك وبينها. اول حاجه عملوها ده. حتى دليل على كده ان الفاطميين لما جم كان كل التجار المصريين بيتعاملوا مع بعض باللغه القسطيه اللي هي بقايا اللغه الفرنسيه، اللي هي اللغه المصريه القديمه دي، بقايا كانت موجوده. فمنع، ما بقاش فاهم حاجه، فمنع وعرض الدواوين وخلى اللغه العربيه هي اللغه الرسميه. واللي بيحصل دلوقتي وبيعملوه المثقفين هو اخطر، ان من لا يتحدث الانجليزيه او اي لغه اجنبيه فهو انسان متخلف. يعني للاسف الشديد في بناء الانسان معروف ان اللغه للتواصل وليست للتفكير وليست للتعليم. واحنا دايما بنقول ان اللغه علشان اقدر اتواصل مع العالم الخارجي واحصل على المرجع واقدر اترجمه واقدر. انما المشكله اللي احنا واقفين فيها دلوقتي حتى على مستوى التعليم، كل الجامعات الخاصه بمصر الولد بيدخل في مشكله كبيره جدا، لانه ما بيعرفش يفكر بالانجليزي، هو بيحاول يتكلم انجليزي والاستاذ اللي بيدرسه بيحاول يتكلم انجليزي. المخرج اللي انا عايزه من التعليم بقى ضعيف، مش موجود يعني. فهنا بناء الانسان بقى مقصور، بتدفع فلوس كتير قوي مش عارف تبنيه. يعني بيحاول، يعني دايما يقول لك ان اللغه علشان تتقنها لازم تفكر بيها. طب عايز تفكر بيها ولا تتكلم بيها ولا تقرا بيها ولا تذاكر بيها ولا تستوعب بيها؟ بقى اولادك دلوقتي بيتكلموا اللغه مش بتاعتك. فكل المعلومات اللي بيحصل عليها مش انت اللي كاتبها ولا ليك اي سيطره عليها. اي دوله المغول علشان تقضي على الحضاره والثقافه الاسلاميه كانت لازم تبيد مكتبه بغداد. مكتبه اسكندريه كانت لازم تتحرق وتخلص. اللي ابقى على الحضاره الاسلاميه شويه ان في خطاط مصري في الدوله القرونيه اسمه حبحه نسخ تقريبا معظم المكتبه بغداد. وكانت في مصر. المشكله الكبيره دلوقتي ان انت وقعت في مأزق في بناء الانسان، ان انت بتوجهه تقول له والله لازم تتكلم لغه. طب العربي راح فين؟ احنا كلنا بقينا نتريق على بعض. المسؤولين اللي فينا بيعرف عربي كويس يقول لك الله ده مش عارف، ده بيكسر، ده مش عارف ينطق نحو، ده عنده غلطات، عنده ده. ما بقينا نستعجل، ايه ده؟ ده في واحد ما بيقراش وهو بيخطب او بيقول الكلمه بيقولها ارتجالي.
لا ده كان زمان عادي. هي اللغه العربيه مش لغتنا بالمناسبه، بس خلاص احنا اتقناها وعملنا مكتبه كبيره وقدرنا دلوقتي. لازم لا لازم تنتهي اللغه العربيه. الاخطر بقى واللي جاي ما تقوليش بقى دي دوله اهو، دوله لها شهادات، ان الاولاد جيل الشباب ابنك وابني بيكتبوا فرانكو عربي، بعض فرانكو عربي. وحضرتك لو عايز تشوف امثله، في امثله كتير وغير الشباب وطمس اللغه العربيه في المسألة. فبص يا دكتور عبد الجواد، انا اتفق في جزء واختلف في جزء، ان انا عندي مسؤوليه كبيره جدا في البيت، ان البيت كل واحد فينا دلوقتي اصبح كل واحد معاه مفتاح بيدخل وبيخرج وقت ما هو عاوز. انا بقيت انسان غريب، ان انا اقول لبنتي يا لو سمحتي ما ترجعيش بعد 11. فبقيت انسان صعب جدا. ازاي؟ ما عادي الاولاد بيقعدوا لحد، البنات صغيرين بيقعدوا في المولات لحد الساعه 12 بالليل، واحده بالليل. انت بقيت يا بنتي ما يصحش ان انت تروحي عيد ميلاد الولد في بيته. ايه ده انت متخلف. رغم ان احنا بنشوف ان يعني لا يعني اقصد انا بضرب مثل ممكن يكون سخيف، بس ما عادش في عندنا اصول تخص المجتمع المصري. ما عادش ده. فأنا بشوف علشان نقدر نلحق أو ننقذ اللي موجود، هو في حاجة واحدة بس، هي للأسف الشديد المكان اللي احنا قاعدين فيه ده هو ده مشكلة مصر. الثقافة في غفلة من الزمن تحولت من لغة يخاطب بها المجتمع كله. كان بينزل في سينما بتروح للأرياف فالحين، كان في أفلام استعراضية بتطلع ويروحوا الكرنك ويروحوا مش عارف إيه ويروحوا فين، كان في الفنون الشعبية، كان في كذا، كان في كل ده. لا كل ده وقف، وطلع بقى إيه دلوقتي؟ إن المثقفين هم اللي بيقعدوا يتكلموا بعض. وكل ما اللغه صعبت وكلكعت اتحلقت كل ومنحوتات اللغه، كل ما بقيت انت راجل مثقف جامد قوي يعني. والنخبه ثقافه النخبه هي دي المشكله. فبعد اذنكم، لو كل واحد فينا شايف ان هو بيتمتع ولو بقدر بسيط من الثقافه وما نشرهاش في المحيط اللي حواليه، يبقى عليه جرم، عليه جرم. لان احنا يعني المشكله الدينيه اللي موجوده دي موجوده عند كل الشعوب، يعني ان الدين وللاسف الدين بيبقى موجود في حته صعبه جدا، بيبقى موجود في منطقه اللاوعي، محدش بيبقى عارف. يعني انت عايز تحمل وخايف، طب ايه اللي مخوفك؟ ما تعرفش. انما لما تيجي تحلل هتلاقي ان في حاجه في منطقه اللاوعي اللي انت مش عارف تسيطر عليها، دي اسمها الدين، اسمها العرف، اسمها التقاليد، اسمها كل ده موجود في المنطقه اللي ورا دي اللي محدش عارفها. وللاسف الشديد في معظم اللي بيطلعوا من التعليم بيبقوا حافظين علوم اللي هو بيبلغ شق، وفي الشق الثاني اللي هو بتاع الابداع ما فيهوش حاجه، اللي هو الثقافة بقى وكل حاجة، ما فيهوش حاجة. فبيطلع يعني احنا زمان مثلا من أحلى القصائد بتاعتنا قصيدة الأطلال، مين اللي كاتبها؟ دكتور. يعني دكتور، تتخيل لما يبقى دكتور وراجل شاعر، إيه الجمال ده؟ اللي عمل كل اللي احنا فيه ده كان ظابط، صرف مكاشفة، ده عمل كمية تراجم في الفنون. ايه ده؟ ايه الجمال ده؟ كان المجتمع كده. خلاص؟ لو جيت تشوف الإمام محمد عبد الرحمن مثقف،
يعني فللاسف الشديد احنا علينا مسؤوليه كبيره جدا ان احنا كمثقفين تحولنا بقدره قادر ان ما بقناش نتكلم غير مع بعض. بقينا ما نتكلمش على انتاجنا الا مع بعض، حتى ممكن زوجتك لو هي مش معاك في نفس المجال ما تتكلمش معاك. في عندنا الاعلام ودي مسؤوليه كبيره برضه. مفيش اي منتج ثقافي في الاعلام، يعني احنا التلفزيون المصري كل منتج اعلامي مفيش حتى المنتج، يا ريت منتج اعلامي. ما هو منتج اعلامي يعني مفيش لا ما هو انا بقول لحضرتك طالما مفيش منتج ثقافي، ما هو المنتج الاعلامي هو منتج ثقافي. انا بستغرب ازاي واحد فينا يقدر يقعد قدام واحد بيتكلم ساعة في التوك شو على أي حاجة ويفضل المستقبل، إزاي المذيع بقدرة قادر تحول من إن هو محاور كل حاجة إلا إن هو اللي بيقول، يعني المذيع ما كانش كده يعني إحنا شفنا مذيعين كان ناس قضاع يعني زي واحد زي طارق حبيب ولا غيره ولا غيره. إيه ده؟ لحد دلوقتي لو فتحت ماسبيرو زمان دي يعني وقعدت قدامها لحد دلوقتي لما بتشوف فيلم ابيض واسود انا واحد من الناس مثلا ما بغيرهاش مثلا فيلم ابيض واسود اتفرج عليه. فلا احنا عندنا مشكله كبيره ان بناء الانسان هو بناء ثقافي مش موجود. يعني انا بعد ما درست فنون جميله بقى سهل عليا ان انا اعمل اي حاجه ثاني، لو رحت درست طب بقى تحديد. لما تيجي تشوف كل العظماء في التاريخ في الحضاره المصريه، الراجل اللي عمل منطقه سقارة من حطب بتاع سقارة كان دكتور وكان شاعر وكان وزير وكان مهندس القاب كتير جدا. هو ده بناء الانسان، التكامليه في بناء الانسان. يجب ان يبقى فيه توجيه ان لازم ترجع الاوضه الصغيره بتاعه الموسيقى اللي كان في كل المدرسه في بيانو وفي كمان وفي الات موسيقيه، في اوضه صغيره كان فيها هاند كرافت لازم الولد يدخل يشغل ايديه، في اوضه صغيره لازم يبقى فيها رسم وتبقى اجباري، كان في حاجه اسمها حوش مدرسه كنا بنموت نفسنا في لعب، وكانت فتره الريست دي كانت ساعه نجري ونلعب ونستمتع ببعض. ما عادش ده موجود، لا عاد في شارع، والشارع للاسف الشديد بقى فعلنا برضو يعني في مسؤوليه محليات انا معاك، بس برضو ما هو انا فين؟ وانا ليه محتاج ان واحد يضبط سلوكي؟ ليه لازم حد يجي يضبط سلوكي ذات يعني في تجارب كتيره جدا. يعني هقول لكم حاجه عشان برضو تبقى في صوره مضيئه. احنا في الكليه عندنا كان عندنا احتفاليه بمرور 110 سنه على بدايه مدرسه فنون جميله. ومدرسه فنون جميله دي انا بشوف لو في مثال لبناء الانسان والتوجه اللي كان موجود هلاقيها هنا. يعني الامير يوسف كمال كانت القاهره هي قبله كل تجار اللوحات الفنيه. ومتحف محمود خليل خير مثال من كل الاعمال الفنيه والقصور اللي كانت موجوده، كان هم اللي بيشتروا الاعمال الفنيه بتوع الفنانين الفرنسويين والانجليز وخلافه. خلاص؟ فجأة الأمير يوسف كمال قال إن إحنا هنعمل مدرسة للفنون. علشان إيه؟ عشان يبتدي يبقى فيه فن مصري. وفعلاً عمل مدرسة من سنة 1908 وكان بيعمل مسابقة عالمية علشان يختاروا مدير المدرسة. لذلك حتى المديرين الأوائل للمدرسة كانوا يعني فنانين عالميين فظاع يعني. المهم فجينا قلنا في الاحتفاليه دي الوزير جاي، ففي الاحتفاليه دي
انا ما عنديش اي منتج اقدمه له، او انا ممكن افتح له متحف والاساتذه لا، بس انا منتجي ايه؟ ان انا بخرج فنان، يبقى لازم اقدم له للشباب بتوعي، وانا دوري كمؤسسه ان انا اطلع فلازم اقدم له. المهم فاحنا عندنا اتليه مسرح، يعني ده بيدل على اللي احنا بنقوله، اتليه مسرح جبار يعني، واحنا ما عنديش دراسه مسرح. احنا الاقسام اللي عندنا ديكور، عماره، تصوير، بينتينج، نحت ونحت وكرافيك، وقسم دراسات عليا تاريخها. فعندنا اتليه مسرح عمله الاستاذ سمير العصفوري سنه 73، وقد كان من انتاج الاتليه ده اللي حضراتكم تعرفوهم دلوقتي، بيومي فؤاد وماجد الكدواني واحمد امين اللي هو بتاع برنامج بلاتو، وبالمناسبه كل اللي بيشتغلوا معاه في البرنامج دول كلهم فنون جميله، زمايل كانوا عيال بقى قاعدين مقضيينها، ولدرجه ان كان في واحد منهم مسمينه حضن الرصيف ان هو ما بيعملش حاجه، يعني قاعد ما بيعملش حاجه بيلف سجاير وخلاص. وفجاه الولاد كلهم اتفجرت طاقات الابداع عندهم، بيكتبوا، بيمثلوا، بيخرجوا، بيصوروا، المكياج، اللبس، كل حاجه، كلهم فنون جميله وما درسوش. فقلت جبت الولاد الشباب بتوع الاتحاد بتوع المسرح، قلت لهم بصوا احنا الوزير جاي لنا وانا ما فيش عندي حاجه اقدمها له غيركم. فقالوا يعني؟ قلت لهم انتوا اللي هتعملوا الحفله. واي حاجه انتوا عايزينها انا سبورت ليك، انا مش هعمل حاجه. اعملوا اقعدوا بقى اجتمعوا كده واعملوا البروجرام واعملوا كل حاجه وكذا وكذا وكذا. وفعلا يكفي لو حضراتكم بس عايزين تعرفوا ايه اللي اتقال، افتحوا بس كده واكتبوا حفله فنون جميله، تسمعوا الكلام اللي قاله الوزير. يكفي ان هو كان جاي يقعد 10 دقائق قعد ساعتين. والحفله اللي عملوها اولاد صغيرين لا يتجاوزوا ال 20 سنه. قال لهم انا اليوم الوحيد الحلم اللي شفته في الوزاره النهارده، انا طالما شايف شباب قدامي زيهم كده انا لا يمكن اقلق على ان مصر حاجه اعجاز. في بنوته هي رئيسه الفريق، شخصيتها فظيعه. فهو ايه الهدف كان، او ايه احنا بنعمل ايه؟ النشاط وظيفته في التكوين الانساني ان هو يخليك تدور على حلول بينك وبين نفسك. ما تقعدش تسال بابا وماما، ده انت بتتعرض لمشكلات بتحاول توجد لها حل، فيبتدي عندك مخك يشتغل، يبتدي في عندك تنميه ذاتيه، تبتدي في عندك شخصيه. طب ما انا في فنون جميله بعمل ايه؟ انا بطلع واحد مهندس او واحد مصمم بيرسم حتة ورقة ويجي يقدمها لحضرتك، يقنعك بالكلام وبلاي اوت خفيف ان انت تصرف ملايين. فده بيتطلب شخصية قوية جدا تنقل الثقة اللي عنده ليك في شكل ابهار ان انت تطلع الفلوس وتصرف. على فكرة اغلى بني ادم دلوقتي في العالم كله اللي بيصنع افكار في العالم كله في كل المجالات، يعني لدرجه يعني طب اقول لكم حاجه لطيفه جدا. مرسي جميل عزيز حضرتك تعرفه طبعا، استاذنا مرسي جميل عزيز ده حكايته لطيفه خالص. كان بيحب بنت شغاله وهو مكواجي. مرسي جميل عزيز اسمه حسن فتاح مكواجي الشهير الشاعر الكبير. استنى هو مش نفس مرسي جميل عزيز. مش مرسي جميل عزيز اسمه لا حسن جميل عزيز الشاعر الغنائي لا ايوه هو في لا في شاعر مهم اللي هو عمل الاغنيه بتاعت محرم فؤاد. المهم الراجل ده كان بيحب الشغاله وكتب شعر وحطه في الجيب، فبيرسم كان كمال الشناوي ولا مين اللي كان بيلبس الهدوم بتاعته، فلقى الشعر ده فقراه. ايه ده؟ ايه يا بنتي ده؟ قلت له والله يا سيدي ده هو مش عارف الواد المكواجي سيد عبد الفتاح سيد عبد الله
استنى هو سيد مرسي إيه؟ سيد مرسي سيد مرسي وطلع شوف الاحترام الشاعر كبير لقى شاعر وجابه قال لها تي عندك يا ابني عندك تي وبقى الشاعر الكبير سيد مرسي محمد بشار. لو انتوا تعرفوا الاغاني اللي كتبها في الزهور يبقى في ذهول ازاي في ده. فاللي انا قصدي اقوله هو بناء الانسان بيحتاج للشخصيه. يبقى في شخصيه مستقله قويه بتقدر تاخد قرار. ودي مصيبتنا ان انت ما بتقدرش حتى تاخد قرار ذاتي شخصي يحترم الوقت ويحافظ عليه. فللأسف الشديد التعليم هو أول نواة لازم تعمل ده. لازم تعمل ده. الاهتمام بالنشاط الطلابي لازم يبقى كده. الاهتمام بالمرحلة اللي بنسيب الطفل في أهم فترة في حياته بيتكون فيها وصفحة بيضة تكتب فيها أنت عايز دين إيه؟ الدين يبقى شكله ايه؟ عايز الاخلاق تبقى شكلها ايه؟ عايز المبادئ يبقى شكله ايه؟ السلوك يبقى شكله ايه؟ الكلام ده لا يتخطى التلات اربع سنين. التلات اربع سنين الاولانيين اللي بيسيبه يلعب وبنقعده طول النهار قدام الكرتون وكلها صوره مصدره من بره وتيجي تقول ابني مش ابني انت ما طبيعي لازم مش يبقى ابني. ده انت يا راجل ده انت لو جبت زرعه وحطيتها بره وما رعتهاش هتموت. لو زرعت حبايه في الارض وما ولدتهاش وما رعتهاش هتموت. طب حتى في الفلاحين يقول لك المحصول بتاع ده احسن من ده. ده طلع وده طلع بس المحصول ده احسن لان الراجل بيراعيه وكل يوم بيشتغل فيه وبيحاول يتابعه في كذا يلحقوا في كذا يلحقوا. هو دي التربيه. ده حتى الثقافه بالمعنى البسيط بتاعها هي زرع. الثقافه بالترجمه اليونانيه هي زراعه العقل بالمعرفه. فاحنا عندنا مشكله وانا شايف المشكله هي مسؤوليتنا رغم ان في عدد مؤسسات ثقافيه من تعليميه لحكوميه لاهليه لمجتمع مدني كتيره جدا ومع ذلك كلها متفايدة. عندنا مشكلتنا في مصر مشكلتنا في العمل الثقافي. مظبوط. كل ما زاد الدفع من دوله في 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 اتجاه يعني انا لو باخد منك فلوس علشان كذا لا يمكن هقدر اقول لك لا. الناس اللي بياخدوا فلوس علشان مثلا منحه هولنديه مثلا في شباب بيتخرجوا من عندنا ويبقى رسام كويس قوي فجاه احضر له معرض الاقيه عامل كتابات 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 كتابه وبروجكت كده ميديا اقول له ايه ده ايه الموضوع؟ كان عامل حاجه اسمها بار الملائكه فلقيت كتاب وفي شاشه وفيها اطفال بيلعبوا في بار وبتاع. قلت له يا ابني انت ده انا بقعد قدام التلفزيون بشوف اطعاب كتير قوي كده، ايه اللي انت عملته جديد؟ قال ده انا مشروع شغال عليه وهسلمه بعد سنتين. قلت له طب انت بتصرف منين؟ بتصرف منين؟ قال لي ما هو منحه انا واخدها من دي مشكلة. واحد بحجم فان جوخ مثلا قعد طول حياته ما يبيعش لوحة. يعني لما تيجي تشوف الناس العظماء اللي احنا بنستمتع بأعمالهم دلوقتي هتلاقيهم ما كانش عندهم القصص اللي بتحصل. بقى في ان انا لدرجه ان في صالون الشباب مثلا واحنا صغيرين كان الاولاد بيقولوا في المسابقه ايه؟ هي اللجنه مين السنه دي؟ فلان اه ده هو بيحب كذا
تعالى نعمله كده، زود له الاحمر، زود له يعني حاجه كده. كان في حاجه جميله جدا بتحصل في في الفنون، ان في منحه بتتاخد لحاجه اسمها مراسم الاقصر، يروح يقعد له سنه ولا حاجه وسط الاثار المصريه ويرجع. لا يمكن لا يمكن هيتاثر باي حاجه ثانيه. التعمق في تراثك وفي حضارتك وفي اصلك دي انا بشوف ان هي البدايه لاي حاجه ثانيه. سنه 89 كان في المجلس الاعلى للشباب والرياضة، وقتها كان اسمه كده ايام المعمار، لا عبد الاحد كمال الدين، دكتور عبد الاحد، دكتور عبد الاحد كمال الدين، كانوا عاملين حاجة اسمها وفود تبادل، دكتورة كانت موجودة في الوزارة وفود لا كان عبد الاحد كان في حاجة كويسة قوي بيعملها المجلس في الوقت ده اسمها وفود تبادل شبابية ثقافية بين الدول 40 دولة خلاص. كانوا بيعملوا ايه؟ بيختاروا كل الناس المتفوقين في أي حاجة، في علم، في رياضة، في فني، في ثقافة، في أي حاجة على كل مستوى مصر، ويعملوا انترفيو.